التمثيل التعليمي حقيقة هي أفضل وأسهل وأسرع بإيصال المعلومة إلى الطلاب، وفيها الألوان تجذب الطفل وتبقى المشاركة أكثر باستخدام الحواس الخمسة. وكذلك خرجنا عن التعليم التقليدي اللي هو كان فقط القراءة وكتابة، أصبح الطفل يعني يتحرك، بيستخدم مثلاً إيديه في إنه تركيب كلمات، مثلاً إنه جمل، عن طريق مثلاً القصص، الحكايات، ممكن التمثيل، يعني كل هذا في مجال دخل في مجال التعليم، الوسائل التعليمية. عملنا هذا الثقب مشان نحط الصور خلفه، اللي هي هذا الولد مثلا وهاتان وهؤلاء وهذه، منثبت الدائرة في نقطة ارتكاز من الوسط ونضع الأصبع بحيث إذا لف القرص الدوار يأشر على الصورة، مع وضع اسم الإشارة المناسب مع الصورة. أول وسيلة تعليمية عملتها في موضوع اسمه شجرة الحياة، أخذنا غصن حقيقي ورسمنا عليه التفاحة، الورقة، وطلبنا من الأطفال أن يكتبوا اسمهم، شو هواياتهم، شو الشغلات بتعبر عن شخصيتهم، وشو المستقبل اللي ناويين يطلعوا فيه، وطلبنا منهم أنه يسقوا الشجرة بالماء. فحقيقة هاي الشجرة كانت يعني فزنا فيها كأفضل وسيلة تعليمية من منظمة اليونيسف. لما كنت أشوف الأطفال كيف عم يتفاعلوا معي، حس إنه في فرحة، وإنه مو إنه مجرد بس إنه أعطي أنا معلومة واستقبال فقط لا غير، في حركة، في تعاون، مشاركة. وكنت أنا حقيقة مبسوطة جداً لما شفت هدول الأطفال عم فرحانين ومبسوطين وعم بيشاركوني، يعني وكلياتهم مع بعض، حقيقة هي شعور لا يوصف. كان من إنجازاتي كتابين، اللي هو كتاب في مرحلة تمهيدي وكتاب تفاعلي في القواعد الأساسية في اللغة العربية. الكتاب التمهيدي انبثقت الفكرة حقيقة من أثناء تدريسي في مرحلة 3 سنوات تقريباً للأطفال، وظليت في الكتاب، عمل هذا الكتاب شي سنة كاملة، وكان على شكل كيف الورك بوك، أنه بس يقرأ ويحل. وأما بالنسبة للكتاب الآخر، هو كتاب القواعد الأساسية في اللغة العربية، يتضمن من المرحلة التمهيدي اللي هي من عمر 5 سنوات إلى الصف 9. أول شيء بنعرض فيه الأحرف الهجائية، بعدين في عنا القواعد الأساسية في اللغة العربية اللي هي أسماء الإشارة، كان وأخواتها، مقارنة بين كان وإن وأخواتها. عندنا كمان الاسم والفعل والحرف، هي أقسام الكلمة. عندنا الفعل الماضي، مضارع وأمر، الشغلات الأساسية في اللغة العربية أنا اقتبستها وحطيتها في هذا الكتاب، بس عن طريق أنه الطفل يحرك في إيده، يشيل، يحط، يلف الدولاب مثلاً. الشيء الحلو في الكتاب أني استخدمت مادة الفوم، خرجت عن الأوراق التقليدية، ألوانه كانت جذابة، استخدمت لربط الصفحات مع بعضها الصوف، نسجت بالسنارة الصوف وحطيت الأفلام كرتون، يعني صور أفلام كرتون المعروفة لدى الأطفال،
الباص، يعني هاي شغلات انه لو شافوها الاطفال راح يقارنوا بينه وبين اللي كانوا يشاهدوه بالتلفاز. اخذ مني تقريبا شيء 6 شهور يعني متتابعه، حتى كونت يعني الكتاب من ادوات من مواضيع، ممكن كل اسبوعين لنفذ موضوع كيف بدي اعمله على اي شكل بحيث انه يكون مريح وانه يتعاون معه ويستقبلوا الاطفال اكثر. من ابرز المواقف اللي تركت في بصمه كبيره اللي هي زياره الملكه رانيا لعبد الله الى مشروع كنت اشتغل فيه، وابدت اعجابها وانبسطت كثير من كنا نقوم فيه، سواء كانت من وسائل وادوات تعليميه.